المركز الأول، بل حطاب قادم أيضا مع هجمة من تهجم في هذه اللحظات في الأمتار الأخيرة، الأمتار الحساسة، ولكن هامة حسمت الأمور، حسمت الشوط الرئيسي. سلام لمحمد بن ناصر بن حطاب، سلام، تهانينا والناموس. زايد بن سعيد بن الأجبع الخيارين، تستاهل فوز هامة بالشوط الأول الرئيسي وجعل الناموس دايم. تستاهل الخير خاش مبروك. بدك الله أبو سعيد، وش سلالة هامة وإنجازاتها قبل اليوم؟ سلالتها شاهين البعيجان سابقا وحاليا شاهين بن جوير، وأظن البعير مات. أظن إنجازاتها العام ناقة شرية من عند بند الموك، ما أخذها العام سابقة مرتين، الشوط الأول كان يسميها غزر وسبقت عندي الشوط الأول، وصاحبة ثلاث سيارات وأفضلتين في ميدان الجنادرية. السنة عندها ثلاث اشتراكات، أول اشتراك جات خامس، ثاني اشتراك جات ثالث الشوط الأول، واليوم سبقت الله يبارك فيها. ما شاء الله تبارك الله، ثلاث سيارات في رصيد الناقة هذه. نعم الله يبارك فيها. بو ناصر مالك الشعار، يعني هو قال أنا أستهدف في مقابلة خاصة بالأبرقة، أنا أستهدف الجيل اللي عندي، لأنك راعي سيف ما أنت محصلها، لكن من الجيل اللي عندي أنا أطور إن شاء الله لين نصل سن الحيل. أتوقع أن هذه يمكن بداية ثمرة مشترياتك. صحيح، هذه من بداية المشترى ورعية العام ثنية. نعم، ورعية السيف صعبة، فلازم أنك تجيهم من تحت، بقديم اشتراك تركيز مشترك تحت وهو في طلوع، وإن شاء الله أنها تظهر رعية السيف. نعم، رعية السيف أبو زايد صعبة في الوقت الحالي، يعني مهم موجودة ولا أهلها ما يرخصونها يعني ما يبيعونها؟ والله شوط السيف اطماعها بعلمك، شوط السيف اطماعها جاي يسته 5 مليون والسيف، فراعي الحايل السبوق ما هم متخلص منها دون الخمسة. أتوقع ما هم متخلص منها، وهي الدعوة كلها حظوظ وتوافيق. هذا والله الكلام. بشر عن مشاركة الحلال غير هامه اليوم. والله مشاركتها طيب، الحلال مقيضة هنا وعدها بخير، وكل ركض أحسن من ركض ثاني ثالث رابع، واليوم خذينا الشوط الأول مقيض في الشحنية. نعم، والخير في قبال إن شاء الله. الله يوفقك يا أبو سعيد، وتستاهل ويستاهل محمد. تستاهل ناموس يا محمد. الخير عافية أبو بريك. وجهك يا محمد، وجهك أبيض، ومنك من ناموس، ونقول الفوز والناموس لمن تهدي. أهديها لمحمد بن ناصر بن حطاب راعي مصر في مصر الرجال، والكل طيب ومحبين الشعر. وجهك، شكرا جزيلا يا ابو سعيد. وجهك. انا اشهد عن منطر غنى وغنيت انا اليوم ترباني رجل الوطن، ما دخر غنى منا منا ان العمر فاني، يا ما كتبنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكمة.